علي بن موسى قلت لكم نشأ في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تعلم العلم عن أبيه وأعمامه، وأخذ عن جماعة من العلماء، أخذ عنه مجموعة من العلماء على رأسهم المأمون. المأمون قد يتعجب بعض الإخوة هل هو عالم؟ المأمون أعلم خلفاء بني العباس، أعلمهم مطلقا، حتى نفهم أن توليته لعلي بن موسى رضا لم تكن هكذا عاطفة. هو أعلم خلفاء بني العباس، ولولا الزلة التي زلها المأمون بقضية ادعاء خلق القرآن، وهي قضية فلسفية قديمة انتهينا منها ولله الحمد، لولا هذه الزلة وامتحانه المسلمين بها لكان أعظم خلفاء الزمان على الإطلاق، يعني الذين يعني بعد العهد الأول. وذلك لما كان يتمتع به من علم شرعي مكثف وبلاغة كبيرة جدا وجد واجتهاد. المأمون في الحقيقة شخصية عجيبة. فالمأمون أعلم خليفة في بني العباس مطلقا، وهو أعدل خليفة بعد عمر بن عبد العزيز، وكان محببا إليه العفو، يحب العفو عن الناس ويتجاوز عن الناس ويكره القتل و مشهور قضية المأمون. إذن مأمون رحمه الله تعالى أعجب به إعجابا كبيرا جدا، وأركان هذا الإعجاب ألخص أركان: أنه كان علي بن موسى كان مواليا للدولة العباسية، وكان عاقلا بليغا عالما محبا للطاعة، لذلك أعجب به المأمون، وزوجه ابنته وصيره ولي عهده وضرب اسمه على الدرهم والدينار. قضية الموت كثرة جدا في الكتب، أن الإنسان إذا مات فجأة يقول مات مسموما، وفي الحقيقة هذه أنا لا أقبلها، لأن هذه مسائل قد يموت الإنسان فجأة ولا بأس بها، قد يموت بنوبة قلبية بأزمة بكذا، وليس شرط أن يموت مسموما. وقلت لكم إن المأمون في على الأغلب الأقوى بريء تماما من دم علي بن موسى الرضا، لا كما تزعم الشيعة أنه هو الذي سمه، ووضعوا روايات في هذا، معروف الوضع عندهم، نسأل الله لهم الهداية، فهذا غير مقبول. فالرضا رحمه الله تعالى توفي والمأمون راض عنه، وكان ولي عهد المسلمين. بعد كيف أخمد المأمون قضية المشكلة هذه؟ توجه إلى بغداد بعد 203، أقام على قبر علي بن موسى رضا 3 أيام، أظهر حزن شديد، ثم انصرف وتوجه إلى عاصمة ملكه. المأمون توفي 218، 204 توجه إلى بغداد. لما توجه إلى بغداد ندم بنو العباس على خلع المأمون، وأقبلوا عليه بايعونه من جديد. هنا لما رأى إبراهيم المهدي هذا استتر. ثم ظهر بعد ذلك وعفى عنه المأمون، مع أنها زلة كبيرة من إبراهيم المهدي، لكن مع ذلك المأمون عفى عنه، قلت لهم حبب له العفو. ورجع المأمون بعد ذلك من لبس الخضرة شعار العلويين إلى لبس السواد مرة أخرى، وأمر بلبسه. لذلك هنا كانوا يقولون بعض المؤرخين المحدثين والقدماء إن المأمون لم يكن مخلصا في قضية حبه لعلي بن موسى الرضا وتوليته له ولي العهد ولبسه الخضرة، وإلا ما كان تراجع عنها. وأنا أقول لهم بالمنطق العقلي، ما الذي يدعوه أصلا لأن يجعل علي بن موسى الرضا وليا عهده وهو الخليفة القوي المتمكن؟ ما الذي يدعوه لهذا؟ لماذا دائما نصبغ الأحداث بالصبغة السوداء بالنظرة السوداء؟ المأمون ما كان شيء يدعوه لأن يجعل علي بن موسى الرضا وليا عهده، فقد جعله ابتداء وليا العهد، فلماذا تقولون إنه لم يكن مخلصا في توليته؟ لكنه انتبه إلى أن القضية ستحدث فتنة كبيرة، وعلي بن موسى الرضا قد مات، فاستمر بعد ذلك في خلافته، وجاء بعده كما تعلمون المعتصم الذي تولى سنة 18 و200. المعتصم تولى، مات المأمون أيضا، مات المأمون فجأة وهو متجه لغزو الروم في سنة 18 و200، وكان المأمون غزاء أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. سبحان الله، قلت لكم لولا هذه الزلة التي زلها لكان له منزلة العليا في الخلفاء. فنزع الخضرة تدريجا واتجه إلى السواد من جديد شعار بني العباس، واستمرت الخلافة قوية في المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل الذي قتل سنة 47 و200، وابتدأت خلافة بني العباس بالضعف في الطور الأول، طور القوة. بني العباس مرت خلافتهم بطورين: طور القوة وطور الضعف.
طور القوة انتهى بوفاة مقتل المتوكل سنة 47 و200، وتولى بعد ذلك خلفاء ضعاف استطاع الأتراك أن يتحكموا بهم كيفما شاءوا، وظهرت الدولة الشيعية البويهية في بغداد والسلطنة البويهية تحت الخلافة العباسية، وكلامها يطول ولا مكان له الآن. وابتدأ الضعف الكبير يسود الدولة العباسية واستمرت ضعيفة 4 قرون وعشر سنوات إلى أن قضى عليها المغول في بغداد. ثم ظهرت في مصر بعد ذلك 30 سنة واستمرت في مصر 3 قرون إلا قليلا حتى قضى عليها خلفاء الدولة العثمانية. بهذا نصل إلى إيجاز سريع لأحداث التاريخ والعلاقة بين العلويين والعباسيين وشيء من حياة علي بن موسى الرضا موجزا، لأن أخبار عنه موجزة. عسى أن يفهم إخواننا هذه العلاقة ولماذا قامت الثورات على العباسيين ولماذا ظهرت هذه الدول في التاريخ. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق والهداية والرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلي منزلة علي بن موسى الرضا وآباءه وأجداده في عليين، وأن يلحقنا بهم على أحسن حال، محبين لهم موالين لهم، أئمتنا أهل بيت نبينا عظماؤنا، وهم من أئمة السلف وثقات أهل السنة والجماعة، فرضي الله تعالى عنهم ورفع منزلتهم. والله تعالى أعلم وأحكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.